مو ضروري تكون سوبرمان ولا ايرون مان ولا جيمس بوند علشان تكون البطل. حركة بسيطة تاخذ دقائق تقدر تنقذ حياة انسان وتكون البطل. التبرع بالدم من انبل الاعمال ووجه من وجوه التضامن الاجتماعي اللي احنا وايد فخورين فيه. في العام الماضي في دبي 65 ألف شخص من 150 جنسية مختلفة تبرعوا بدمهم، والنسبة الأعلى كانت من مواطني دولة الإمارات، ودولتنا الحبيبة هي من الدول القليلة في العالم اللي التبرع فيها تطوعي ومجاني بنسبة 100%. كفو لجميع المتبرعين، وبفضل هالأبطال مركز دبي للتبرع بالدم قدر يجمع 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة. هذه الوحدات جاهزة لجميع المرضى إن كانوا في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. وبارك بعد لمركز دبي للتبرع في الدم لفوزه بجائزة يونيفانتس العالمية للرعاية الصحية المتميزة بفضل خدماته وجهوده في توعية المجتمع لأهمية التبرع بالدم. كن البطل وأنقذ حياة هو شعار هيئة الصحة بدبي للتبرع بالدم، وكلنا نقدر نكون من الأبطال. عساكم دوم صحة وسعادة.